لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. كصلابة الجبال وقف الشعب السعودي أمام دعوات التحريض والفتنة. تغريدة مريبة نشرتها السفارة الأمريكية بالمملكة على حسابها، تتحدث فيها عن الحرية وأهمية الاحتجاجات السلمية، وتأكيدا لوجود نوايا خبيثة أرفقت التغريدة بفيديو تحدث عن تاريخ الاحتجاج. لم يمر الأمر كما أرادوا، وانتفض السعوديون ضد التغريدة المغرضة. تفاعل معها الآلاف واعتبروها تحريضا علنيا مفضوحا ضد المملكة، فيما طلب آخرون بأهمية حذفها لتنجح السعودية مجددا في التصدي لأبواق الفتنة ومزعزعي الاستقرار بعقول شعبها الواعي الذي وجه رسالة حاسمة للعالم بدعمه لقادته. ويثبت صواب ولي العهد محمد بن سلمان الذي طالما راهن عليها. أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.